منذ أيام تعكف هذه المجموعة من المتربصين في المركز القطاعي للتكوين الفلاحي بمغرارة على تعلم تقنيات تقليم أشجار الزيتون في إحدى الضيعات الفلاحية بصفاقس. هنا درس تطبيقي ولكل متربص هدف يسعى إليه بعد هذا التكوين. نحب نسب نتعلم حاجة علمية، لأنه تقليم الزيتون أصبح علم. علم هذا ثابت صحيح، ماذا بينا نحن نتعلموه ونعرف كيفاش نشوف الزيتون الصغير والكبير. كحاجة باهية للفلاحة والنهار آخر ما يلقاش روحه في مشكلة. باش نتحفظ الزبيرة معناتها وناخذ خبرة أزيد، ومثلا على بروجي مثلا إنسان يعمل بروجي زيتون ساقو. أغلب الشباب اللي تخرجوا من عندنا معروفين أنهم يتجهوا لهذا النوع، يمشوا ياخذوا مشاريع فلاحية ويقوموا بهذا النشاط، وعادة ما ينجحوا في الأمور هذه لأنه ثم البنك يعاونهم، بنك التضامن والبنك الفلاحي. احنا نقدموا لهم العديد من الخدمات باش يعتمدوا على أنفسهم، يعتمدوا ويهتموا بالجانب الفلاحي هذا، وعنده عدة حوافز. تقليم أشجار الزيتون يعد من الاختصاصات الفلاحية التي تمكن الفلاح المتربص والشاب صاحب فكرة مشروع فلاحي من الرفع من مردودية الإنتاج. كما نعرف ما عادش كان النظام المطري، فما ولا النظام المروي، والنظام المروي بيدو فيه العديد من الأصناف وطريقة التقليم تختلف. هك عليش احنا في الدورات التكوينية اللي نعطوها نعطو الحزمة الفنية الكاملة اللي ينجم اللي اخذاء التكوين هذا يمارس عملية التقليم في جميع الأنماط، مروي مطري وعلى جميع الأصناف. بل تعد تونس 60 مليون شجرة زيتون، تو تمشي في فوق 100 مليون شجرة زيتون بهالمشاريع السقويه والغراسات المكثفه. ما تنجمش فلاح تجيب له زباره ما عندهمش خبره وما همش قارين في المركز تاكل المهني نتاع بغرار، تجيب مثلا مش يزبروا يذروا الزيتون. التكوين في القطاع الفلاحي يسهم بشكل كبير في تطوير اداء الفلاحين والحصول على قروض لانجاز مشاريعهم، وقطاع الزيتون يظل احد اهم الروافد الاقتصاديه ذات المردوديه العاليه من التقليم الى الجني وصولا الى الترويج.